كيفاش اكتشفتوا القصه ديال خديجه اللي هي اختها اللي لقيتوها حامل؟ جات هي عند المدام حدا المدرسه وكانت تبكي، وعاودت لها قالت لها راه لقيت الراجل ديالي مع الاخت ديالي، وجات عندي وعاودت لي قالت لي مسكين السيده ما عندهاش وتتعاني والراجل غير كورتي وفي السطح وفي بيت وهذا. قالت لي مشكله كبيره، احنا يعني ما شفناش بالعين باش نحكموا على واش كاين هذا الشيء ولا ما كاينش. كلمة السيده ما تقدرش تكذب. المهم مشات للطبيب فعلا لقات بان الاخت ديالها يعني حامله عندها شهرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المتابعين ومتابعات القناه العزاز الغالي على قلبي، خوتي وخواتاتي المغاربه اللبؤات والاسود المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، الله يحفظكم يا ربي وتحياتي لكم. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على هذه القضيه هذه اللي شفناها من خلال المنبر الاعلامي تاع خويا يوسف الصحفي المتمكن والصحفي الرائع، تحيه لي من هذا المنبر هذا. المهم اخوتي هذه القضيه تاع الاخت اللي جابت اختها باش تعيش معها وقالت لك باش تقرا عندها، وفي الاخر تلقات صدمه كبيره، هي الاخت ديالها حامله من الراجل ديالها وعندها شهرين. اخوتي عندها شهرين، ولكن هنا فاش تنعدم التربيه والاخلاق والدين، هادو هما الحوايج اللي تيخرجوا لنا من البشر من اللي غير انسان، حيت الفرق ما بين البشر وما بين الانسان، البشر غير بشر، اما الانسان فهو اللي تيحمل في داخله الانسانيه والموده والرحمه، وما تيقدرش يقوم بحال هاد الافعال المشينه الراسو والمحيط ديالو والمجتمع بطبيعه الحال. هنا اخوتي غادي نحكيو هاد الحكايه نتاع هاد الاخت اللي هاد الاخت اخوتي اللي تتحس دابا انها دمرت المستقبل والحياه نتاع اختها، ودمرت كذلك الاسره ديالها، وكذلك شتات الزواج ديالها، ودابا تتعيش في واحد الويلات ما حيلتها الراسة هي، ما حيلتها البنياتها، ما حيلتها الوالديها، ما حيلتها الغدر اللي جاها من الراجل ديالها، ما حيلتها من هذاك الوحش الادمي اللي كانت عايشه معاه اللي مسمى براجلها، اللي افتارس ليها اختها بطبيعه الحال، وافتارس البراءه نتاع اختها ودى الشرف ديالها. اخوتي بمعنى الكلمه هاد الاخت هادي عمرها ما كانت تظن ان واحد النهار غتكون هي السبب ان الاخت ديالها غتفقد العذريه ديالها، وشكون اللي غيفقدها العذريه ديالها؟ راجلها. اخوتي راجلها. كيفاش وقعت هاد المساله هادي اللي بطبيعه الحال هاد القضيه خصها ترجع راي عام، وهاد الوحش الادمي اللي تعدى على نقولوها حنايا واحد البنت اللي مسكينه تحت السن اللي لا حول ولا قوه الا بالله ليها، مهما ما نعرفها شنو يكون، مهما ما نعرفها شنو يكون، هذه بنت تحت السن ان واحد يستغلها هذا الاستغلال الجنسي ويوديها انها تحمل منه وحامله بشهرين، وحتى الجسم ديالها ما واجدش اخوتي باش تكون حامله بشهرين او حتى تمارس عليها هذه الممارسه الرديئة والشنيعة اللي مارستي عليها أيها الوحش الآدمي. المهم أخوتي هاد الإنسانة هادي اللي بطبيعة الحال عمرها ما ظنات أنها غطيح في هاد المشكلة ما بين راجلها وأختها، غتمشي عند والديها لدارهم المدينة اللي تيسكنوا فيها، غتطلب من والديها أنهم يعطيوها أختها تمشي تسكن معاها في المدينة اللي مجوجة فيها بطبيعة الحال في دارها مع راجلها وبنياتها. فعلا الوالدين ما تردوش، وافقوا على الطلب نتاع بنتهم، وقالوا ليها ها اختك وديها معاك ورحبوا بهذه المساله هذه. هنا الاخت جابت اختها معاها المسكن ديالها، المسكن اخوتي اللي غير غرفه وحده فوق السطح، يعني بيت كارياه فوق السطح، الظروف ديالها صعيبه، هي ما خداماش، عندها جوج البنيات، راجل هذا الوحش الادمي خدام واحد الخدمه اللي بسيطه، يعني الله مشي مع الوقت. هنا جابت الاخت ديالها، مع انني انا تنشوف ان هاد السيده ما خداماش وكاريه غير غرفه وحده هي والراجل ديالها وبنياتها، ويعني داكشي الله قادهم او ما قادهم شو المعيشه ربي اللي تيعلم بها، ومع ذلك جابت اختها عندها غتجلس معها وقالت لك باش تقرا عندي. المهم هاد السيده هادي
ما بها ما عليها، ماشية في الأمور ديالها، عايشة مع راجلها الحياة عادي، مع أختها عادي. حتى لواحد النهار قالت ليك أنها جاها العطش في الفجر، جاها العطش ناض تشرب، سبحان الله العظيم، قالت لك عمرها ما ناض في هذيك الوقيته، حتى ناض قالت لك تتكتشف أن راجلها باس وليداتها، نعس حدا أختها، فراش واحدة خوتي، اختها فين تتبات؟ اختها تتبات فواحد المريح، قالت لك سقفوه غير بالقصدير حدا البيت، يعني حدا هالبيت هذاك المريح، بحال دايره كويزينه، ها البيت هذاك المريح قالت لك مسقفاه بالقصدير، وتما تتنعس اختها. المهم قالت لك لقات راجلها لابس الشورت، اختها السروال نازل ليها حتى لتحت، حاشاكم اخوتي، هادشي فظيع بزاف، سمحوا ليا. بقات تتغوت، اويلي شدير حدا اختي، احياني شدير حدا اختي، ناض هو تيسكت فيها تيقول لها والو والو، انا ما درت والو، انا غانا. المهم بدا تيتلف فيها، قبطت هي اختها، قالت لها شنو هادشي ما هادشي، عاودت ليها ان الراجل ديالها كان تيتعدى عليها، يعني راجل اختها تيتعدى عليها، يعني داك الشيء بحال انه مرتو. المهم هاد الاخت هادي هزات اختها لعند الطبيب، ما عندهاش قالت لك حتى درهم باش تمشي عند الطبيب، ولكن الجواد خوتها وخواتاتها المغاربه من بعد ما عودت لهم هذه القصه وحنوا فيها وحنوا في هذيك اختها مسكينه، داتها للطبيبه اللي خلصوها طبيعه الحال المحسنين، عطاوها باش تخلص الطبيبه، دوزت لها قالت لها اختك راه حامله بشهرين، وراه اختك عايشه بحال عايشه مع راجلها، يعني راه ولات عادي، راه الممارسه عاديه. هنا قالت لك تصدمات، ما عرفات ما دير، هزات اختها، هزات شهاده طبيه، وانا من هذا المنبر تنشكرها على هذه المساله اللي دارت، انها توجهت للقانون، انها ما سكتاتش، انها ما خلاتش هاد اللي ما غنسميه حتى شي حاجه غير هاد، انه يفلت من هاد المساله اللي دار في هذه البنيه هذه، هكاك لا خصو يتعاقب، وخص هذه القضيه هي اللي تكون راي عام. المهم دات شهاده طبيه، السلطات، الامن، جا هو قدم راسه، الان تتقول لك انه نكر، تتقول لك انه ناكر، مع ان راه قدروا يتبتوا عليه، راه البنت حامله، حامله بشهرين. ولكن انا اللي تنتسائل، واش هاد الاخت هادي اللي راجلها اختها تيمارسو يعني الفحشاء والمنكر، وهي ناعسه في البيت، والبيت قدامه هذاك المريح، واش ما عمرها سمعت راجلها مع اختها؟ عمرها ما حساتو هي والده جوج المرات، وديز عليها الوحم على جوج مرات، وعارفه شنو هو الحمل؟ عمرها ما حسات باختها راه تتوحم بشهرين، راه اختها حامله بشهرين، راه فات حتى اللون تاع الحمل فاش الاخت كانت تتوحم. الصحفي سولها، الصحفي اللي اش غادي نقول لكم، تحيه ليه، اللي ما شاء الله، قال لي واش عمرك ما حسيتيش بلي اختك تتوحم؟ قالت لي لا، ما كانش باين عليها. واش هاد اختها اللي قال لك ان الجسم ديالها ضعيف ما حسيتيش راه الكريشه ديالها باينه؟ هنا اخوتي كاين بزاف نتاع الحوايج اللي فيهم الغموض. واش اختك ما حسيتيش بها راه حامله؟ ما حسيتيش بها راه مبدله؟ حق الشهر ما حسيتيش بها؟ واش جاتها ولا لا ما سولتيهاش؟ واش راجلك المعامله ديالو مع اختك ما شفتيش كيفاش المعامله ديالو؟ وهاد البنت حتى هي اللي غادي نقولوا راه باقا صغيره وضحك عليها، اول ما قال ليك او راه هو ما غاديش يجي بطبيعه الحال وغادي ياخدك على الفراش صافي ويمارس معاك، راه بطبيعه الحال غادي يحط يده مره، غايقول لك كلمه مره، اول ما جا وبدا معاك لا بلمسه ولا بحطين يد ولا بكلمه فاحشه، راه خصك تقولي لاختك، خصك توجهي لاختك وتقول لها انا ما تليتش بغيت نجلس عندك، انا بغيت نمشي لدارنا، راه راجلك صدر منه كذا وكذا. واش هاد المسألة عادي؟ ما عرفتش هاد البنت حتى هي، هي تحت السن، ولكن خصنا نربيو بناتنا ان الجسم ديالهم راه حرمة، ما خش اي واحد يحط عليك يده، ما خش اي واحد يقيسك، ما تكوني سهلة، ما تكوني سهلة عباد الله، اي واحد جا واش مدة ما نعرفش شحال، المهم هي حاملة بشهرين، مدة ما نعرفش شحال وانت تتمارسي معاه وعادي، ولكن هاد الاخت واش كان الودنين تاعها منطين؟ اللي ما تسمعهمش شنو تيديروا الفحشه والمنكر، ما تسمعهمش وحده عباد الله. دابا قالت لك اول ما سمعات السيده اللي كاريه اليوم هذاك البيت جرات عليها، قالت لها انا ما نقدرش نسكت على هادشي والفحشه اللي طرات عندي وهادي، وجرات عليها.
هي قالت لك اخت الكبرى اللي جابت اختها، قالت لك الوالدين ديالها فسمعوا شي، قالت لهم قالوا ليها احنا ما تليناش، بغينا زعما بنتنا اللي وقع لها هذا المشكل مع راجلك انها تجي عندنا، ما حيلتها اختها اللي حامله وهي اللي زعما تحملت المسؤوليه، هي اللي جابتها، ما حيلتها راجلها اللي غدر بها، ولا تتقول لك هي ضرتي وهي اختي وما عرفتش اشنو ندير، ما حيلتها راسها صدمه في اختها صدمه في راجلها، ما حيلتها قالت لك البنياتها مساكن ولاو عرضه للشارع هما بربعه اربعه عباد الله الوليات. ولكن بغيت نشكر هذا السيد اللي بان في اول لا فيديو، درت هذا المقطع باش تشكروا كاملين هذا السيد هذا اللي مرته صاحبت هذا السيده اللي وقع لاختها المشكل مع راجلها، تدي بنياتها للمدرسه، تلاقات معاها عرفتوا الناس يعني العيالات تيجمعوا، عاودت لها المشكل وهي تستقبلها في دارها واحتضنتها في دارها هي واختها وبنياتها. وشكرا لهذا الراجل، لهذا الفارس الهمام، لهذا الشهم، هذا الولد الناس، هذا المتخلق، هذا المربي اللي قالك فين ما تحطات يد تحطو 10، اللي استقبلهم في داره واواهم من الزنقه واحد الاخت واختها اللي وقع عليها المشكل. فشكرا لك، وهكا يكونوا ولاد.